إيران تعض أصابعها. تحالف تركيا والسعودية يقلق منام طهران. في تطور جديد، أكد موقع ميدل إيست أي أن العلاقات بين تركيا والسعودية تسير في اتجاه تحسن كبير بعد عام من الجهود الدبلوماسية المكثفة لتطبيع العلاقات وفتح صفحة جديدة بين البلدين، والتي تكللت بزيارة متبادلة للقيادة السياسية والدبلوماسية لكلا الجانبين. وأشار إلى أن معظم المحللين ووسائل الإعلام بالغوا في التأكيد على الدوافع الاقتصادية لهذه المصالحة على حساب الدوافع الأمنية الجيوسياسية والإقليمية، التي عادة ما تكون لها اليد العليا في تشكيل العلاقات بين الرياض وأنقرة. ورأى أنه من منظور إيراني قد يكون للمصالحة بين هاتين القوتين الإقليميتين تأثير سلبي على نفوذ طهران، لا سيما في سوريا والعراق واليمن، كما قد يقوي ذلك موقف السعودية في مفاوضاتها مع إيران حول القضايا الإقليمية، وبالتالي يقوض مسعى طهران لإجبار الرياض على تقديم تنازلات. ووفقا لوجهة النظر هذه، فإن اللعبة النهائية هي تمكين حلفاء الولايات المتحدة من مواجهة إيران وروسيا والصين بعد خروج محتمل للقوات الأمريكية من المنطقة. وعلى عكس التهدئة الظاهرة بين السعودية وإيران، فصاعدت التوترات مؤخراً على خلفية دور الميليشيات الموالية للحرس الثوري في العراق وسوريا. ومن المرجح أن يؤدي التقارب بين الرياض وأنقرة إلى زيادة نفوذهما في السياسة العراقية إذا وجدت تركيا والسعودية طرقاً لاستيعاب مصالح كل منهما وحافظت على قدر من التنسيق. وفاد الموقع بوجود قلق لدى الإيرانيين من أن المصالحة التركية السعودية قد تجذب المزيد من الدول إلى أجندة إقليمية موحدة، الأمر الذي سيحول إيران إلى هدف سياسي. وفي سوريا، قد تؤدي المصالحة بين تركيا والسعودية إلى تعريض موقف إيران ونفوذها للخطر، لا سيما في أعقاب المستنقع الروسي في أوكرانيا.